بدايته من اغتيال المؤهل أول عجاج في مرياطة. بعد وسام الحسن ووسام عيد شهيد ثالث لفرع المعلومات تغتاله يد الإجرام بدم بارد. المؤهل أول في فرع المعلومات غسان عجاج هو أحدث ضحية للفلتان الأمني الذي ضرب هذه المرة في مرياطة قضاء صغرتا. كانت الساعة قاربت 11 ليلا عندما دخل عجاج بسيارته إلى مرأب منزله، وكان في هذه الأثناء قناصه ينتظره في حديقة تبعد 10 أمتار عن المنزل. فتح غسان الباب واستدار قبل الخروج نحو المقعد الأمامي للملمة أغراضه، فما كان من قاتله إلا أن أطلق رصاصة واحدة من بندقية كلاشينكوف، خرقت الزجاج الأمامي للسيارة واستقرت في رأس المؤهل أول وأردته على الفور. طلعت على الشباك لقيته بالسيارة، ضو مضوي بالسيارة. دقيت له بدي اسأله انه سمعت صوت الرصاص اللي طلع، انا مش عارفة انه عليه، فبدق ما حدا بيرد. انه استغربت ليه عم دق له ما عم بيرد مع انه مضوي الضو. رجعت دقيت مرة تانية كمان ما رد. فهون دغري انا تذكرت انه قايل لي قبل انه من كام يوم انه يعني هو عم غير سيارته لانه في شيء، حاسس حاله مستهدف، حدا عم يلحقه في شيء. بس هو انه في كتير عناصر مستهدفين. انتقل غسان من القوى السيارة في معهد القبي لينضم إلى فرع المعلومات منذ أقل من 3 سنوات، وأصبح متمرسا في مكافحة ملفات الإرهاب، وهو قبل ذلك كان المسؤول عن حراسة منزل بهاء الحريري في البحصاص. عندما تعرضت سيارته الرباعية الدفع منذ عام تقريبا إلى الحرق في المكان نفسه حيث اغتيل، وضع غسان كاميرات مراقبة حول منزله، وأشرطة هذه الكاميرات هي من ضمن ما يتم التحقيق به حاليا. وعلمت الام تي في ان ثمة علاقة بين اغتيال عجاج والتحقيقات في مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، باعتبار ان عجاج كان من ابرز المحققين في الشمال الذين كان لهم الفضل في كشف كل المعلومات المتعلقة بالجهة المنفذة للتفجيرين. هيدي الاول مرة بحسه تعبان، وقدرت حسيت منه استشفيت شوي منه انه شكله في شيء ملف. معروف مين عم يقتل صار عندنا بلبنان، معروف اللي عم يقتله اولاد الدولة. لا مشكلة شخصية لديه مع أحد ولا مبغض له في البلدة، هذا ما يجمع عليه أهالي مرياطة المصدومين بالخبر. بعرف أنه هو إنسان كثير آدمي محترم حبوب، الكبير وصغير بيحبه، ما بيأذي حدا. هون بالمنطقة ما عنده مبغضين أبدا. رحل الملازم غسان عجاج تاركا وراءه 4 أولاد وزوجة، كل ما تطلبه هو كشف المجرم ومحاكمته. هو كان يتبقى بضحي كرمال بلده، كنت قل له نصيحة، ما بيستاهل حدا تضحي، كنت أقولها بكل صدق، ما بيستاهل حدا تضحي. شوف غيرك كيف راح، شوف ملفه وينه بالدرج.